عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. حلقة جديدة من ميني كيتس كالعادة والعويدة. معايا أنا اليوم بنوتات مزيانات صغرونات يعملوا 66 كيف باش يكونوا حاضرين معانا فقراتنا المختلفة. برشا جو، برشا تطيب وتصنيف وتمخميخ، زادة برشا ديسان وبرشا ألوان وبرشا حاجات مزيانة تستنى فيكم. على ذاك خليكم معانا. دونك وصلنا للفقرة الأولانية متاعنا ميني انترفيو.
باش نمشي الفرح بلاش طبيبه نتاع شنو هي الساعه عندي نتاع العبيد هكاك احنا طبه نتاع العبيد احنا طبه الشعب باهي فرح ويقين في اوقات الفراغ نتاعكم كي تتقابلوا في الدار كي تكونوا عند ماما هاجر او بيان ماما زينب شنو تعملوا برشا فوضى ولا لا؟ لا لا بالحق شنو تلعبوا؟ فما لعبة من بكري تحكي لي عليها شكوني الأم وشكوني البنت؟ مرة هي مرة هنا طبعا أنت جي أم ها؟ هي مرة هي مرة مرة أنا البنت ومرة هي الأم نجينا هي مريقل تفهمنا بي البنات انتم ما تتفرجوا في الاميشن تعرفوه اي بي اي ما دام تعرفوا الاميشن احنا بعد ما نكمل نحكي ونحكي ونحكي ونتعرف عليكم بالبي كل واحده فيكم يلزم تغني لي اغنية باش نكون باش نبداو باش نبداو بالكبيره باش نبداو بالبيلوت والا باش نبداو بالطبيبه حتى انا نحب نبدا هداو ميني شيف
مع السلامه. مرحبا بكم من الناس الكل. انا وين؟ انا اليوم في رحاب التسوق، انا اليوم في بنزرت، انا اليوم في عروس الشمال، انا اليوم في احلى ولايه في تونس. دونك جيت هنايا الرحاب التسوق وكل عاده والعويد. قبل ما نبدا الميني شيف نمشي نقضي نهز القضيه نتاعي، واليوم دورتنا باش تكون في رحاب التسوق. خليكم معنا. دونك انا الكل وين نمشي لدار بنقيد حسين او بيان نجي رحاب تسوق هنايا نلقى الحلو نتاع سرايا نتاع بنقيد حسين، الحلو العربيه 100% التونسي نتاعنا كما قاعدين تراو ديريكت. انا نقصت على المقروضه خاطر في بنا مش نورمال، دونك ننصحكم باش تجيو هنايا وكي تجيو لبنزرت واللي يعيشوا هنايا في بنزرت يجيو رحاب تسوق يقضيو قضيتهم قضية الدار الكل، يقضوا المعون زيادة شخطو طويلة جاي العيد والكل، دونك نساء مستحقين معون جديد وكيف فازيت نتاعنا احنا نساء حتى من البخور تلقاوه هنايا. أو ميم طون ناخذوا الأحلو نتاع بنقيد حسين من هوني. هذايا باش نهزوه، نجمش أنا قهوة العشية وقهوة بنقيد حسين باش نشربوها من مقروض. قبل ما نخليكم انا نسيت حاجه في بالكم، اللي العباد اللي ما تاكلش الحلو يبدا حلو برشا سكري برشا، والا العباد المرضى اللي حبوا حلو سون سكر، دونك هنا تلقى الحلو سون سكر كما قاعدين تراو هذا الغريبه، دونك حاجه بنينه ما تلقاوهاش في البلايص الكل. على ذيك وين مش تجيو رحاب تسوق هنا هنا رجعنا لكم من جديد. اما المره هذه ما مشيناش بعيد على خاطر كنا لوطه وطلعنا لفوق. اول كوان تلقاوه كي تجيو رحاب التسوق هنايا الكوان هذايا اللي عنده قطوس اللي عنده كلب حيوان مزيان هكا يتكبر في الدار، دونك نجمو تجيو هنايا تلقاو كل ما تستحقوه للحيوانات نتاعكم. هذايا ديجا عندي انا في الدار يلزمني نشري لهم، عندي قطيسات في الدار يلزمني نشري لهم يلزمهم ياكلوا هكا باش يوليو قطاطس. على ذيك تجيو هنايا رحاب تسوق تلقاو كل ما تستحقوه للحيوانات نتاعنا اللي نربيوهم معانا. تابعونا كي نجي هنايا ونجي للمعون شكون نلقى؟ نلقى بسمه هنايا تفرح بيا على الاخر تورني كان بالحاجات المزيانه. ابخي تو هنايا كي تجيو تلقاو معون ياسر ياسر طياره ياسر طياره. فوالا انا اليوم ماك تعرف قريب العيد واحنا في العيد شنو نعملوا؟ المعون اللي عملها الكل نبدلو ونشريو جديد، دونك انت اليوم باش تعاوني باش ناخذ حاجات للعيد. داكور. واللي يتفرجوا فينا زاده يجوا هنايا تلقاو انتخي لارج شوا في المعون. العيد 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 العيد. على خاطر احنا كيما قلنا عيد قرب والكل، دونك التوانسه والمراه الحره المجديه التونسيه شنو تعمل؟ تحضر لفاح نتاعها والحكوك هذوما كيما قاعدين تراو نتاع فاح، واحنا معروفين التوانسه باللفاح البنين البنين على الاخر، وتعمل الشيح والدنيا والفازيت نتاع النساء وتحضيرات العيد وتلقاو التابل والترويه والكركم واللفاح وشيء اخر والفلفل الاحمر الشاي هذاك المحرحر جونا يا خويا. العيد متسمي علينا احنا توينسا بصراحه. انا هكايا كملت القضيه نتاعي، ميرسي عبد الرحيم اللي حاط لنا القضيه الكل. نعاود نفكركم اللي رحاب تسوق في طريق كورنيش بنزرت تلقاو فيه كل ما تستحقوه للكوزينه كيفي انا كل ما نستحقه في الميني شيف. ميرسي.
وصلنا دونك للميني شيف الروبريك اللي يستناوها الصغيرات نتاعنا كل جمعه سورتو كي يبداو بحذايا بنين اللي تعمل ما بنين بنين على الله ساعات بالشوكولاتة بالحق هيك بلون مرة جو عند ماما ايه زيد حط يا قيم حط حط ايه حال يعني شو كله كله برشا هكيك ايمن حركهم انت فرح ميسيش فرح حركة ايه شنو اخر سافا ايزي هكيك مش بل ايزي موزاريلا كمل حط لنا هيك الجامبون حطوا كله ايه تجي هكا مشخشخة بيه هيت هكا عزيزي اي فرح كمان يقين كمان هيت هون بني على الاخر اي خوتي باجي يدقوه يقولوا ما بن وانتي تقول ما بن ولا ليه ما بن ما بن ما بن ماما تعرف طيب ولا ليه حقني فرح هاي حطي الكريم فريش هزو زمغار انتي تقول ما بن وبيه كي تبدا تقرا وتروح لدهك انقو تشي بابا باش يروح بيك ولا ماما باش تروح بيك شنو الماكلة اللي تقول يا ربي ان شاء الله نلقى ماما طيبت لي هكا ولا هكا اليوم ديما يروح ما تقول
قولي تحب قولي خلينا نطيبو العشية كيك من بعد. باغ الكيك، تحب كسكسي، تحب ملوخية، تحب مقرونة، تحب مرقة بطاطا، شنو تحب؟ ساعات تطيبولنا. مش ساعات ماما تطيبلكم، انت شنو تحب؟ شنو تحب؟ شنو أكثر ماكلة تحب؟ كسكسي. حسيتو صغار الكل يحب الكسكسي، وداني ما فماش صغير ما يحبش الكسكسي. ملوخية. الملوخية التونسية بتاعنا، تعرف انت توا متلي هكا، خاطر انا اسمي ملوخية بركة ديجا، حتى انا نحب الملوخية برشا. نزيدو وين نزيدو شوية فرح. فرح؟ وانت ماما تعرف تطيب ولا لا؟ بالحق انا سمعت اللي ماما ما تعرفش تطيب. ماما نسيتش ماما على غالب انا نجيب صغار بحذايا ولا باش يفتحوا لي ماما نتاعهم. نسيتش ماما شفت تليفون طيب نسيتش نتعدي وهي من غير اما تجي تتاكد من الغسيت بالتليفون اي هكاك هي تكتبهم ليه فرح. ماما شنو اكثر حاجه تعرف طيب؟ خنحط انا شويه ملح. شنو هي برشا حاجه تقول؟ ملوخية. ملوخية عايلة دوما مغرومين بالملوخية، خويتي الزوز مغرومين بالملوخية. أباغ الملوخية شنيا؟ بنينة، سمعتوها بنينة، راي ملوخية ماما حتى كي نشوف من التليفون أما بنينة. شنيا آخر ماما طيب؟ مثلا شنيا أنت شنيا أكثر حاجة طيبها ماما وتجي بنينة؟ علاش؟ طيب واش تقولي شنيا ماما تعرف طيب ولا ايه؟ باهي بدلت رايحة قولي ماما شنيا تعرف طيب؟ استنى 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 هذي ما نجموش نتعدي ومن غير ما نحكيو فيها. شفتوها ماما اللي بالتليفون ودي غوسات تكتب فيهم والكل، ماما تعرف طيب المدفونة. اش قولكم انتوما بنينة المدفونة متاع ماما ولا لا؟ اي كل شيء كل شيء بنين. طيبش حاجة مش بنينة ماما حتى شنو؟ بنينة ماما وقتاش تستدعانا على المدفونة وقتاش ماما؟ بي سينو احنا هنا الميلانج نتاعنا حضر باش نعبيو هذوما ونحطوهم في الفوق. بي هي يلا فرحة مغرفة ويقين مغرفة، خم بعد عندكم هذوما نعبيوهم نحطوهم في الفوق. بي هي هز هز نعاونك انا هيدا عزيزتي الشركية عزيزتي مع بعضنا هكا عبيو احنا قبل زعما ولا يقين قبل؟ احنا قبل حتى يقين سبب عرفته. فازي نزيد انا نحط لكم شويه جبن فوقها هكايا. قولي عزيزتي ايه تنجم اعمل اللي تحب. كيما قاعدين تراو ديجا احنا حابينهم، حطينا الميلانج حطينا الفاخس في وسطهم، توي كنحطهم في الفرن نطيبوهم من بعد شي نفهمو ياكلوهم. خليكم معنا، قول مغاديك خليكم معنا، قولي له خليكم معنا، خليكم معنا، خليكم معنا. كيما قاعدين تراو دونك الفولفون نتاعنا حضروا ريحتهم بنينه بنينه على الاخر هكا ولا اي؟ اي هذوما شنو باش نعملوا لهم تويكا؟ دونك ناكلوهم بعد كي نمشيو من الديكور نمشيو نعملوا برشا فازيك متينينا. اي ما سمعتش اي يس اي هي يس ميرسي يقين عايش لك يقين خاطر انا ما نفهمش انجلي. ميرسي يس يس بي يس او نو يس او نو يس ولا نو يس داكور يس. دونك بعد ما حضرنا البوتي للصغيرات نتاعنا نتعدي وتوت سويت للميني ديكور.